كن رقيقا حازما لينا قويا، وإياك أن تضر بأهل الشام، فالشام فسطاط المسلمين ورأس حربتهم، بها ندرأ جهنم عنا وبها ننال الجنة. لقد طال أمد الفتنة في الشام، ولو شئت يا مولاي استعملت القوة في درئها. الفتنة مشتعلة مذ كانت القبائل، فإذا ما استعملت القوة اجتمعت القبائل ضدك، عبد شمس وعبد مناف، وهذه هي المشكلة. أسامح بابن عمي ولا أسامح بأخي، وإذا ما أوريت زندا وقدحت للحرب ستجدهم كتفا بكتف ودما بدم. أنا أعرفهم، إنني منهم، وإلى أولئك أنتمي، ودمهم يجري في عروقي. سنسمو اليوم وغدا في الصباح ستغادر يا جعفر. عمرو مولاي، عمرو مولاي.